أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هناك من يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول لا كفر إلا بالاعتقاد. والسؤال هل هذا القول صحيح، وهل هو من أقوال أهل السنة أم لا؟ هذا تناقض، هذا تناقض. يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول العمل شرط وليس من الإيمان، وإنما هو شرط للإيمان. هذا تناقض، أو هو تدليس على الناس أنه يريد مذهب المرجئة لكن يدلس عليهم، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول هو العمل شرط. تناقض. الإيمان العمل من الإيمان وليس شرطا، وإنما هو من الإيمان. فلا إيمان بدون عمل، كما أنه لا عمل بدون إيمان، فهما متلازمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحياة، شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الأقوال والأعمال والأفعال أنها كلها من شعب الإيمان، وأنها من الإيمان. فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف المستخلص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عرفه به أهل العلم من السلف الصالح وأتباعه، وهذا الذي يجب القول به وترك ما سواه. لأن المرجئة أربع طوائف الذين يخالفون أهل السنة، أربع طوائف. الطائفة الأولى الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، وهو أقبح الأقوال. لأن فرعون عارف بقلبه، وإبليس عارف بقلبه، والكفار كلهم يعرفون بقلوبهم، ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، فإنهم لا يكذبونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا قول المرجئة. القول الثاني أن الإيمان هو التصديق بالقلب، آخذ من المعرفة، تصديق بالقلب، وهذا قول الأشاعرة، تصديق بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة، وهو قول باطل، لأن التصديق بالقلب لا يكفي بدون عمل، بدون لطف، وبدون لا بد من اللطف ولا بد من العمل. أما من يصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه فلا ليس بمؤمن، لأن الكفار عامتهم على هذا، يصدقون بقلوبهم لكن يمنعهم الكبر، ويمنعهم الحسد، ويمنعهم العناد من أن ينطقوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. القول الثالث أن الإيمان قول، أن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وأما العمل فليس من الإيمان عندهم. هذا قول مرجئة الفقهاء، وهو قول خطأ غير صحيح. يقولون الإيمان ما يزيد ولا ينقص، شيء واحد، هذا الكلام غلط. والقول الرابع قول الكرامية، أن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، وهذا قول باطل، لأن المنافقين ينطقون بألسنتهم ولكنهم لا يعتقدون بقلوبهم، وهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الإيمان هو ما قاله أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. وقد شفعنا السلف الصالح هذه المهمة، ودونوا في كتب العقائد، دونوا في كتب العقائد تعريف الإيمان، وردوا على المرجئة بردود كافية. ولا يسعنا إلا أن نسير على نهجهم ونسير على خطاهم،
فإنهم أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل يسعون ما وسعوا. والجدال في هذه المسألة في هذا الوقت أو في هذه الأوقات المتأخرة التي يغلب عليها الجهل، الجدال فيها يثير فتنا وشرورا وانشغالا وعداوات وحزازات بين المسلمين، فينبغي حرص البحث في هذا المجال والرجوع إلى كتب أهل السنة واعتقاد ما قالوه والسير على منهاجهم، وهذا يكفي فرق الجدال في هذه المسألة لأنها محتومة ومنتهية والحمد لله. فهي بحاجة إلى واحد متحلق يأتي في آخر الزمان يشقق يشقشق ويكتب ويتكلم كأن المسألة ما خلقت من قبل ولا بحثت من قبل، هذا لا يجوز.